مساء السعادة، الحب، الفرحة عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. قبل ما نقول لكم النهاردة الحلقة هتتكلم عن إيه، تعالوا نرحب معانا ومعاكم النهاردة بالإعلامية ندى حسنين في تقديم البرنامج. أهلا بيك يا ندى. أهلا ياسمين، نورتينا في الحلقة النهاردة. بنورك يا حبيبي. تعالوا بقى نشوف إحنا نتكلم عن إيه النهاردة. نتكلم النهاردة عن الطفل العنيد، الطفل اللي بابا وماما أحيانا بيبقوا زهقانين وبقى الأب متنرفز يقولك ده أنا نفسي أكسر دماغه أعرف إيه اللي في دماغه من جوه، إيه فردة الجزمة اللي في دماغه دي. عشان الموضوع النهاردة مهم جبنا لكم حد مهم يناقش الموضوع ده. تعالوا نرحب النهاردة معانا ومعاكم النهاردة دكتور السيد عسكر، دكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة. أهلا بيك يا دكتور سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الله يديك الصحة يا ياسمين. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ ندى. كنا عايزين نعرف بقى يا دكتور، في مشكله بتواجه كل ام في تعريف العند، عايزين نعرف كل ام يعني ايه عند. طبعا الطفل العنيد يعني طفل لديه القدره، ما بيسمعش الكلام، ما عندوش القدره على تربيه كل ما يؤمر به، حتى كمان عنده الاصرار على عدم الطاعه. وخلي بالك بقى كلمه عدم الاصرار دي او الاصرار على عدم الطاعه، حطي تحت منها كده مليون خط، لان هو دي فعلا الطفل العنيد. اول ما تعرفي ان هو اسمع يعمل كذا سوي كذا، لا 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 لا، يبقى على طول ايه طفل عنيد. طيب يا دكتور، في سؤال معانا، او انا كياسمين شايفه ان العند دوت هو اول طريق للاستقلاليه واثبات الذات واصرار الطفل على فعل اشياء اصلا بدون مساعده الام، وانا كشايفه ان دي حاجه ايجابيه مش سلبيه، هل فعلا العند حاجه ايجابيه او صفه ايجابيه مش سلبيه؟ طبعا الطفل العنيد، عمر ما نقول الطفل العنيد هو طفل سلبي، او بمعنى اصح ده مشكله في حد ذاتها، لا، ده احنا عايزين قبل ما نقول نتكلم عن النقطه دي بالذات لازم نوضح للساده المشاهدين وخاصه اولياء الامور ان الطفل العنيد له نوعين. طفل طبيعي، طبعا بيتولد طبيعي، يعني لازم قبل يعني، وبيبدا كمان من سنتين، يعني لما تيجي سنه حضرتك تقول هو له سن معين بيستمر ابي يبدا منه، اقول لك طبعا سن سنتين دول بيبدا الطفل بيتولد طبيعي جدا 100%. انا بحس الطفل بيبقى لازم يقول لا. إيجابي. بيبقى ايجابي عندي على فكره، يعني حتى أيوه. كمان اسمها مرحله لا. ايوه صح. مش هعمل لا. كتير جدا على طول بالظبط كده، كل مش باكل تعالى مش باكل، فبيسموها مرحله العناد. فدي بدايه سنتين، هي طبيعي بيتولد كده وربنا خلقه كده، بس بقى بيجي بعد كده بقى بيبدا تطورات بيتغير بعد كده. بس في المرحله ديت بتبقى احلى مرحله، ومرحله اسمها مرحله الايجابيه. ليه ايجابيه؟ لان لدي زي ما انت حضرتك قلتي الاستقلاليه، بيتولد معاه الاستقلاليه. يعني استقلاليه هي بدايه مرحله التعرف على شخصيته، بيبدا يتعرف على ذاته. ده انا ليا شخصيتي، بيبدا يقول انا اهو ده انا كذا. فبالتالي الشخصيه دي بتولد جواه، وبالتالي بيتزرع جواه الاستقلاليه. وطبعا بنيجي نتكلم طيب. في الحته ديت هنقول طفل العنيد هو طفل فعلا له شكل ايجابي، ودي فرحه لازم تفرح بها الام كمان. صح. طب من اول سنه سنتين في امهات تقول لك لا انا ابني بيقول لي لا انا هكسر في الحته دي، هكسر في العند، هو ازاي يقول لي لا، هو لازم يسمع كلامي، وترجع بعد ما يكبر تشتكي منه. لا ورجعنا لكم بعد الفاصل نتكلم في المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، العند. دكتور عايزين نعرف، هو في عند طبيعي وفي عند بيبقى ناتج عن الظروف البيئيه؟ يعني مثلا لو طفل بابا ومامته انفصلوا، حصل له ظروف فبيبدا يكون عنيد او اسود بابا ومامته عليه، هل في حاجه زي كده؟ تمام. احنا لسه زي ما قبل الفاصل كنا بنتكلم طبعا عن انواع العناد. طبعا النوع الاولاني النوع الطبيعي، طبعا بيتولد من اول سنتين وحتى كمان من قبل سنتين. يعني مثلا الدكتور النساء لما بيقول والله الطفل بيتحرك كتير تعرف ان هو عنيد، بدايته بقى بيتعرف عليه من امتى؟ من سنتين. السنتين دي بيبدا بقى استقلاليه، ويبدا يتعرف على ذاته، ويبدا يقول انا هوت، ويبدا يناطح مع الهنا والهنا، بحيث اللي هو ايه يقول انا موجود. دي بالنسبه، ودي ما فيش خطر، بالعكس ده شيء مفروض ان انا اهتم بهم، وبالتالي احاول ازرع فيه الثقه الكلام. اما النوع الثاني بقى النوع المشكل، طبعا الناتج بقى من البيئه. تمام. ودي الخطر بعينه، لان البيئه هي اللي بتلعب الدور الاساسي في تغيير من العناد الايجابي للعناد السلبي. يبدا بقى البيئه، وفي الحته دي خلي بال حضرتك زي ما انت قلتي الابوان، الاب والام، طبعا الانفصال او المشاكل الخاصه في البيت او انهيار الام مع الاب او صراخ الام مع الاب او اسودهم عليه كمان، ده الاسود لوحدها او دلالهم ليه، دلالهم ازاي ممكن يحول يعني انت حضرتك دلوقتي دخلت على اسباب اللي بتورث أيوه. العناد، يعني عندك الاب والام طبعا بيودوا العناد، يعني طول ما الام تعالى هنا سوي هنا
طبعا طول ما بتصرخ الام اعرف ان الطفل بيكتسب لازم صح لازم بيكتسب العند. كذلك الاب لما يخش البيت ليه كذا ودي كذا وعمل كذا طبعا دي برضك بيولد عناد. طب بناء يا دكتور معلش بدون مقاطعة على كلامك، هل العند مستمر وهل مستمر بعد الزواج؟ لان النقطه دي مهمه جدا. يعني هو في حاجتين، الاب والام طول ما هم بيعندوا قصاد ابنهم لازم يستمر، لاما بيبقى حاجتين قصاد منه، بيبقى طريق. الطريق الاولاني لاما الام اللي على طول بتعاني في ابنها، ما تعملش كذا ما تسويش كذا، قولي الاول اعمل لك ايه سوي، يبقى في الحاله دي العيل بقى بيبقى عامل ازاي خلاص بيمحي الشخصيه شخصيته بتضعف على طول. حاضر يا ماما، حاضر يا بنت برضك، حاضر يا ماما. حتى ما تيجي تخش الجامعه ما بتختارش لبسها الا عن طريق امها، ما بيختارش لبسه الا عن طريق امه. تيجي الام تشتكي بقى انا ابني فين بقى شخصيه ابني فين بقى دور ابني؟ ما انت خدتي كيانه كله، بقيتي انت اللي حواليه، صح. انت اللي قدام منه، انت اللي غيرتيه، انت اللي وضعتيه في المكان ده، صح. دي الخط الاولاني. اما الخط الثاني او الطريق الثاني، عنف قصاد عنف. يبقى في الحاله دي زي ما مثلا بيقول العنف بيورث الكفر او بيجيب الكفر، هيعاند هيخش بقى في مرحله اللي هي توليد افات خطيره اللي هي الاصرار، وممكن يخش في منطقه اللي هي البلطجه، ممكن يبلطج قدام ابوه وامه. ما خلاص انت بتعند كل حاجه، اعمل لا، سوي لا، مش هعمل، مش هسوي، واللي انت عايز اعمله اعمليه، تعالي اضربيني، تعالي، ويتلذذ جدا بالضرب. يعني ده هو عايز نقطه الضرب دي، بمجرد ان هو وبيحاول يخلي والدته منفعله وانهيار، وفي حاله هو متبلد الاحاسيس، بيوصلها لمرحله ان هي خلاص الام بتطلع في حاله ايه ده ابني ده، ما انت حاول بقدر الامكان قبل ما تتعامل مع الابن لازم يكون انت بتتعامل مع شخصيه ذكيه جدا. الطفل العنيد ذكي وعنده تخيل رهيب جدا، لازم قبل ما اخد خطوه مع ابني او اطلب منه حاجه لازم احسس عليها، صح. حتى كمان يعني دايما بقول لدور الام لما بتتعاملي مع ابنك العنيد، حاولي تتعاملي معاه على انه اولا ذكي، تاني حاجه نقطه ما تيجي تطلبي منه حاجه ما تقوليش يلا اعمل يلا سوي، لا. دايما احنا اخصائيين او في الصحه النفسيه عندنا او في التربيه الخاصه يلا بنقول عندك على طول بنقول دايما بنقول يا جماعه على كل ام، واسمعي خلي الام بقى تستفيد، على كل ام ابنك عنيد، ابنك ما بيسمعش كلامك، ابنك ما بينفذش كل الاوامر، انت ليك اساسيات. ايه الاساس الاولاني؟ الاساس الاولاني على طول ما تطلبيش منه كتير، لان خلاص هيتخنق منك خلاص، صح. تاني حاجة لما تيجي تطلبي منه حاجة ما تستخدميش صيغة الأمر يلا اعمل، والبصة اللي هي بتاعت الأم دي، انت لو قلتيها لجوزك مش هيعمل لك، تخيل انت بتأمر، انت لو بتأمري انا مش هعمل كلامك بالظبط كده. لازم الأم تبقى عندها حنكة في التعامل، صح. عندها ذكاء في لأن طبعا زي ما قلت لحضرتك طفل عنيد يبقى طفل ذكي، صح. وطفل ذكي لازم اتعامل معاه بحساسية زايدة زايدة كمان، انا مش بقول لك حساسية بسيطة لا زايدة، لاني بحط النقط على الحروف مع ابني، لان ابني ده اللي هيبقى راجل، بنت دي اللي هتبقى هتعمر البيت وهكذا. يبقى لازم الام تختار الاسلوب اللي بتتعامل مع ابنها ازاي، تبعد عن صيغه الامر، ما تجيش يلا اعمل دي يلا سوي دي، امال اعمل ايه؟ مين الشاطر اللي هيسمع كلام ماما؟ مين الشاطر اللي هيعمل كذا؟ مين الشاطر اللي هيجيب كتابه الاول؟ مين الشاطر اللي هيسوي؟ مين حبيب ماما؟ مين كذا؟ يبقى اذا قلبت من صيغه الامر. ايوه الله ينور على حضرتك، انا اخد الطفل في صفي، باخده ليا، بحاول اجذبه ليا، ما مش يلا واستخدم بقى يا على كل ام. ابعدي عن العنف، ابعدي عن التوتر، ابعدي عن القلق، لان البيئه اللي موجوده في البيت ده كلها هي سبب العناد، وكمان ده في خطر جاي بعد كده الا وهو الانفعالات السلبيه التي تؤدي الى الصرع. ابنك عنده صرع، الولد كل ما اكلمه يتنطط قدام مني، يا هلا اثبت، ما خلاص بيجي من العصبيه بتاعنا احنا، الام عصبيه، يبقى الولد ده لازم يطلع عصبي، عصبي اكيد. ما انت بتولد العصبيه الام. في سؤال يا دكتور، في امهات تقول لك ايه زي ما حضرتك قلت كده، في طفل يا اما بياخده العند للاطاعه وبيبقى بقى بتاع بابا ومامته لما بيكبر وخلاص ما فيش شخصيه، تمام، ما في انعدام في الشخصيه، تمام. يا اما في طفل تاني يقول لبابا ومامته حاضر في البيت ويبقى بيصلي وبيسمع الكلام وشخصيه مثاليه في البيت، ويتصدم باباه ومامته في الاخر ان هو بره البيت شخص تاني خالص، وكان عنده انفصام في الشخصيه، لا بيصلي، بيشرب كل انواع الحاجات الغلط، مصاحب بنات وغير بنات، بص كل حاجه، فيتصدم ابوه وامه زي ما بنقول ان هو بيقول حاضر بيريحه تمام. ما هو دي برضك من الشكليات اللي بتبين ان الطفل بياخد الام في طريق
وخارج البيت طريق تاني. صح. انا دلوقتي جوه البيت الام يا ابني اعمل يا ابني سوي، حاضر ماشي، ابني ما شاء الله ابن مطيع، ده لدرجه بيصلي على السجاده قدام مين، ده درجه بيجيب كتابه قدام مين عشان يرضي الام، عشان يرضي الام. دي في الحاله ديت بشخصيتك انت فين بقى، ودي اللي بدات بيها الحلقه، شخصيه فين بتاعت العناد؟ ما هو العناد بيولد شخصيه يا جماعه، الشخصيه بتاعته القويه بتاعته فين؟ اي طفل اي بنت اي ولد لازم يكون له شخصيه في اختيار الحاجات، في تنفيذ الاوامر، في كذا. دي جوه البيت. بره البيت حضرتك زي ما انت قلتي ممكن يوصل لمرحله ان هو يشرب، ممكن مرحله اللي هو كل حاجه براحته بيعملها. ليه؟ طبعا لانه كان في البيت مقيد. صح. بره البيت منطلق. صح. عنده اللي عايز يعمله يعمله وبدون مراقبه. ليه؟ دايما انا دايما بقول للام ما تحاوليش تكوني عند البيت، البيت بتاعك يعني محلك سر او حكم ميري، اعمل دي ودي لازم تكون منظمه ودي لازم تكون في مكانها. يا جماعه غلط. البيت الهيئه الموجوده في البيت زي الهيئه الموجوده بره البيت. لازم ما يلاقيش الطفل مش موجود، مش لاقي نفسه في البيت وبره يلاقي نفسه مع زمايله. ما دي خطر. انا كده سبت، انا كده سبت المجتمع يقوده. أيوه. بالظبط. في دكتور بقى بناء على الكلمه دي اللي هي اللي احنا قلناها قبل كده، العند الام والاب بيقابلوا العند للطفل بنفس يعني الاثنين بنفس العند، هل ده بيختلف من ولد او بنت؟ يعني مثلا زي ما بنقول البنت في حاره مرحله المراهقه، لا اعملي كذا سوي كذا لازم تسمع كلام مامتها، الولد بيبقى عنادي زياده عن زي ما بنقول ان هو بيبقى عنده انفتاح، البنت بعادتنا احنا نبقى قافلين عليها زي ما بنقول، هل في فرق؟ العنصريه من اخطر الاسباب اللي بتؤدي الى هذا الاسلوب. العنصريه، وكمان الدين بتاعنا عمره ما قال العنصريه. فالولد له كيانه والبنت له كيانه. لازم هنا العدل. انا بتعامل مع ابني، بتعامل مع الولد زي ما بتعامل مع الانثى، ما ينفعش افضل دي. ما هو ليه احنا دايما الام بتعاني بتقول بنتي دايما بتبص للولد؟ صح. ودايما أيوة الام برضه كمان في نقطه كمان يعني معلش، يا ريت كل ام يا ريت تسمع ديت وتحط ايدها على قلبها. طول ما انت بتدللي على الولد وسايبه البنت، البنت طبعا هتلاقي حاجات بتطلع لك كده سلبيات رهيبه. ايه دي انت يا بنت بتعملي كده؟ انت يا بنتي بتسوي كده، يبقى اتصدمت. انا بحس يا دكتور المثاليه زيها زي عدم المثاليه. بالظبط. تمام. أيوة يعني طبعا. البيت بيبقى عايز انا ابني يطلع زي ما الكتاب قال او زي قران كده. وهو بيبقى كده فعلا في البيت، بس بره البيت هو ولا حاجه، هو انحراف تام. بحس ده اللي احنا بنعمله في الارياف بالذات، ان هم بيبقوا عايزين ابنهم مثالي، بس هو بيكتشفوا في الاخر ان هي مش مثاليه او مش مثالي. ما هو الدلال او الدلل والترفيه وعايز خد محتاج دي خد، تنفيذ كل ما يطلبه العيل او الطفل او البنت في الحاله ديت بتغير شكليه البيت او بتغير الشخصيه بتاعته قدام المجتمع بصفه عامه. طب يا دكتور هو عايزين بقى نقول ايه علاج للعند؟ طبيعي. تمام. العلاج هنا خاص بالام وخاص بالاخصائي الموجود. الام زي ما انا قلت كده في الاول وقلت برضك، الام ليكي دور في البيت عشان تواجهي العناد. العند في هناك عند ايجابي وعند سلبي. ابن المولود بالعند الايجابي طبعا بفضل معاه لحد ما اشوف شخصيته راجل قدام مني. كذلك البنت اللي بيقول لك مثلا اكسر البنت ضلع يطلع لها 24 ضلع، دي كله كلام فاضي، ما فيش الكلام ده. انا بدي لبنتي حريه، بس الحريه هنا محدده، وعارف هي بتعمل ايه وعارفه هي بتسوي ايه في الحته ديت. دي دور الام. تاني حاجه، مش صح. كل موقف العيل يعمله ليه عملت كذا؟ بانبه يا جماعه، نتجاهل شويه، مش على طول محاسبه محاسبه محاسبه، انت عملت صح. دي ليه؟ تعالى هنا خد ايه غلط. في حاجه اسمها تجاهل بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها. صح. خلي بالك في سلوك طبعا، بس مش كل السلوكيات طبعا. ابن مثلا وليكن بيحط الفيشه بيحط الفيشه بتاع الكهرباء وهي الكهرباء، هستنى بقى اتجاهل انا الموضوع ده؟ فخطر قدام منك. لا، في الحاله دي بجري وبعمل وبغير. يبقى على حسب الموقف بحاول، ان كان في موقف شديد الخطور لا ما تجاهلش. في موقف يعني مش هياثر على ابن قوي او ربما ياثر بعد كده، لا اتجاهله شويه، وبعد شويه يوم ولا يومين حتى ممكن يكون هو ينساه.
حتى العيل ذكي جدا لسه قال حضرتك الطفل العنيد. طيب تقريبا على كلامك يا دكتور انا عايزه اعرف قبل ما وقت حلقتنا يخلص، في اطفال دلوقتي احنا دخلنا المدرسه بقى والمدرسين بداوا بقى يتعاملوا مع الاطفال ويشتكوا منهم وكده، في امهات تيجي تقول ايه انا ابني دخل المدرسه وبدل المدرسين يشتكوا منه ومدرسين الدروس مش بينتبه بينسى كتير، هل هو بيعاندني عشان هو مش عايز يذاكر ولا فعلا هو عنده مشكله؟ طبعا مشكله النسيان مش عايزين نقول مرتبطه بالعند. في عيل بيستخدم العند في الحصول على صح. مطلب خصمه. انت بتطلبي مني حاجه انا برضك ليا طلب انا الاخر، ما هو انا ليا حقوق عليكي كذلك برضك، انت ما تيجي تطلب مني حاجه انا ليا حاجه عايز اطلبها منك. طب انت بتنفذيش امري أبعمل ايه؟ بحاول انا اعالج معاها ازاي؟ خلي بالك بقى غلط. بعمل الشيء السلبي او الشيء الغلط زي ايه؟ مثلا انا مش كاتب الواجب يروح المدرس يضربه، المدرس اتصل على الام ابني ما ابنك ما عملش الواجب، ابنك ما سواش، ابنك كذا، قال بسبب ده يا ابني ما انت كان قدام منك ماسك كتاب ماسك كراس هو كده، لما تعملي لي الحاجه اللي انا محتاج، لما تسوي لي الحاجه اللي انا عايز. يبقى اذا بيستخدم العند في الحصول على الحق اللي هو محتاجه او الميل او الشهوه اللي هو محتاجها. تمام يا دكتور. طب يا دكتور نسيان بقى يعني ما هو ايه بقى اسباب النسيان؟ طبعا بقى نخش في مرحله النسيان بقى. النسيان طبعا يعني مشكله في حد ذاتها، وخاصه احنا في المدارس دلوقتي ولادنا كل الام تقول ابني انا جايبه له كتب قد كده وجايبه له مدرسين وجايبه له ومش مخلياله ما شاء الله، ومع ذلك مدرسين على كافه الاحتياجات ومدرسين في كافه التميزات، ابني بينسى ليه؟ تيجي الام تروح للاب للمدرس او المعلم، هو ابني شغال معاك؟ هو بس بينسى كتير مش عارف ايه سبب بقى الموضوع بقى. ترجع بقى الام بقى تاخد ابنها وتطلع على اخصائي، يبدا الاخصائي يسالها ايه الاسباب اللي موجوده، ابنك ما بيذاكرش، ابنك بينسى بسببه ايه؟ نيجي نقول والله الاخصائي بيطلب منها بروحي والله للدكتور تغذيه، هنشوف او هنبدا نعالج نقطه نقطه. تمام روحي للدكتور التغذيه. اما بتروح للدكتور التغذيه هيطلب منها مثلا تحاليل صوره دم كامله مش عارف ايه، وبالاخص الهيموجلوبين الدم لان هو ضعيف، والمثل بيقول العقل السليم في الجسم السليم. فطبعا ابني سليم 100% وما شاء الله وعضلات وعشرة وما شاء الله بينسى ليه؟ نرجع بقى لاخطر الاسباب الا وهما ثلاث اسباب، واحفظيهم على كل ام تحفظهم. اول حاجه التلفزيون كارثه، ده كوارث العصر. والله كوارث. انا بيجي لي الام في الاكاديميه وفي الحضانه الصبح، ابني انا مش عارف، يبقى كاتب الواجب واجي اذاكره ومذاكر كويس، اجي اساله فيها يا ابني قول مش عارف. ده الكارثه بقى الاكتر، ان لما بتجي لك وتقول لها ابعدي عن التلفزيون ولا بتقول لك لا امال اللي يقعد ده مدمنهم ويقعد يعصبني ودماغي تريح دماغ. زي ما بنقول دلوقتي الامهات زي ما بنقول بتريح دماغها. تمام. يعني ايه ده بيعمل يعيط، طب انا هفضل قاعده جنبه بيعيط؟ لا اكيد لا، وعايزه هي تريحه برضك وعايزه تلبه برضك رغبته في التلفزيون، ما حرموش من حاجه. انت بتقول التلفزيون، ما يا ست الكل التلفزيون دي حاجه بتشد تاخد العيل او بتاخد دماغ العيل لمكان تاني في وادي تاني خيالي لدرجه، والاخص الكرتون. الكرتون دايما الام تجيلي تقول لي ابني مدمن كرتون، عملت معاه كل الاساليب اللي حضرتك طلبتها مني، صح. التعزيز، الترغيب، الترهيب، العقاب، كل شيء كان يتمناه انا بديهوله في سبيل اللي هو يبعد عن الجهاز او يقلل منه. انا مش احرم ابني من حاجه، انا ما قلتلكيش ان انت 24 ساعه التلفزيون دي يتقفل ابدا، لا هو طبعا لازم انفس عن ابني شويه، بس مش 24 ساعه. الام المصريه دلوقتي والمعظم معظم الام المصريه تقول ايه بقى؟ انا بريح ابني، بريح ابني بدل ما ينزل الشارع واوجع دماغه ويتخانق مع دي ويتخانق مع دي ويجيب لي مشكله مع دي، لا انا افتح له التلفزيون ويعيش حياته. يا ست غلط، كارثه والله. كونك اللي انت بتقعدي قاعد ابنك قدام التلفزيون، لازم انت شايفه ابنك هل هو المستوى بتاعه التحصيل الدراسي، هل هو هيوصل للمرحله زي الاذكياء اللي بره وشغلنا بره قدام التلفزيون؟ هتجيبي بالعقل كده، هتجيبي ابنك بيذاكر؟ كلامك يا دكتور انت نورتنا جدا في البرنامج، ووقت حلقتنا انتهى وبجد نورتنا جدا. والله وقت مع حضرتك ما يعني زي ما بنقول كده يعني ما نزهقش من حضرتك ابدا ابدا ابدا، استفدنا جدا بالمعلومات الكتيره دي. الله يبارك فيك يا استاذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنونا في حلقه جديده من برنامجكم حوار مع ياسمين.